أعزائي مشاهدي موقع بصراحة في كل مكان، أهلا بكم معنا في لايف جديد من محافظة دمياط وتحديدا من مدينة عزبة البرج بلد السيد والصيادين. زي ما حضراتكم شايفين معنا وإحنا لسه الصبح، الناس كلها صحية، خلية النحل تعمل منذ الصباح. المركب اللي قدامنا دلوقتي بيستعد إن هو يطلع رحلة صيد. مراكب الصيد عشان تطلع لازم تكون مكملة كل التموين بتاعها، من ضمن التموين بتاعها لازم يكون عندها ألواح التلج اللي بتفضل رحلة الصيد كلها سواء أسبوعين أو 3 أسابيع، ويكون تلج مش بيزيح. هنا أقدم، احنا قدام أقدم مصنع تلج موجود في محافظة دمياط بل في مصر كلها، بيصنعوا التلج ألواح، بيمشي على السير اللي حضراتكم شايفينه ده، وهنشوفه دلوقتي ازاي هيمشي لحد ما يوصل على السير داخل المركب عشان يستعدوا لرحلة صيد. ربنا يا رب يرزقهم يا رب العالمين. ألواح التلج بتفضل بتتصنع بطريقة معينة، بتفضل موجودة محتفظة ببرودتها لمدة 2 أسبوع أو أكتر كمان. طبعا كل مركب بيكون فيه تلاجة، ولكن طوالي السمك بيكون محتاجة لتلج، بياخدوه بشكل مكعبات وبيكسروه قطع صغيرة بيتحط على السمك عشان يحتفظ بحرارته لحد ما يرجعوا من رحلة صيدهم. طبعا في مراكب كبيرة ومراكب صغيرة، زي المراكب اللي حضراتكم شايفينها دي بتحتاج كمية كبيرة جدا من التلج. المراكب دي واقفة عشان تمون التلج بعد ما طلعت السمك وتعمل عليه مزايد الفجر. هنا في المكان ده، المكان ده اللي شهد كواليس مسلسل تحت الوصاية وكل مصر شافته، وكانت الفنانة منى زكي بتقف هنا في حلقة السمك والمزايد وتبيع السمك، وسمعنا كلمة جمبري مزارع. مركب صغير زي ده ممكن تقعد من 2 أسبوع لـ2 أسابيع، بتحتاج برضو كمية من 10 ألواح لـ15 لوح على حسب احتياجهم وعلى حسب رحلة صيدهم، بيخزنوه في التلاجات، ولما ربنا بيكرمهم بكمية خلاص بيستكفوا بيرجعوا. زي ما حضراتكم شايفين بدأت الألواح تخرج اهي من المصنع، بتمشي على السير زي ما حضراتكم شايفين، مشهد بديعي. تخرج الألواح من المصنع، استقبلوه الرجال الصيادين داخل المركب. فريق عمل كامل داخل المصنع بيعمل خلال 8 ساعات، بتكون الثلج بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. في مواد بتحط على الثلج ده عشان يحتفظ بحرارته لمدة كبيرة. احنا واقفين هنا في أكبر أسطول بحري على مستوى جمهورية مصر العربية، الأسطول اللي تقريبا بيحتوي على 4000 مركب من المراكب اللي حضراتكم شايفينها، ومن المراكب الكبيرة مراكب الجر والشنشلة والحديد، مركب الخشب الصغير والكبير، كل واحد منهم له مهمة خاصة أو بيشتغل في سمك معين بطريقة معينة. السير بيمشي اهو زي ما حضراتكم شايفين، بيلف والتلج يمشي على الخط لحد ما يوصل للمركب. دي من ضمن الاساسيات اللي لازم المركب ياخدها عشان يطلع رحلة الصيد. طبعا بيحضروا الاكل وبيحضروا المعدات بتاعتهم والجاز، ويمونوا بالسولار عشان يتحركوا، ولكن التلج من اهم الحاجات اللي لازم المركب تكون محضراها قبل رحلة الصيد. أنا
اهلا بيك معانا. كلنا ممكن نقعد مده قد ايه من غير ما يسيب التلج؟ حسب امكانيه، حسب الشغل بتاعكم، حسب ما احنا بنشتغل. ممكن يقعد 10 ايام، ممكن يقعد 20 يوم، مش كل اللي هو يعني. بتحطوه في ثلاجات ولا بتحطوه كده زي ما هو؟ لا زي ما هو كده، بس الثلاجه بتبقى محفوظه شويه، بتفايبر وحاجات من دي. المركب لما يطلع رحله صيد السرحه زي ما بتاخد وقت قد ايه؟ في بياخد 10 ايام وفي بياخد 20. ايه؟ في بياخد 10 ايام وفي بياخد 20. على حسب ايه بقى؟ بتحددوها ازاي؟ على حسب ترخيص المركب. مش على حسب ما انتوا تاخدوا السمك او ربنا يرزقكم. في رخصه ب 10 ايام وفي رخصه ب 20 يوم. بتاخدوا رخصتكم كام؟ احنا 10 ايام. 10 ايام وترجعوا. هل ال 10 ايام كفايه ان انتوا بتلاقوا سمك ولا على حسب بقى؟ ده حسب الرزق. هو انا سمعت ان في مراكب جر ومراكب شنشله، ده بيصطاد ايه وده بيصطاد ايه؟ الجر بيصطاد السمك الجر العادي، انما الشنشله دول العادي زي ايه؟ اللي هو المرجان والبربوني والحارت والحاجات ديت والجمبري والكابريات وكده، انما الشنشله بيبقى سردين. الشنشله سردين، السمك اللي هو الصغير. طب شكرا ليك. زي ما حضراتكم شفتوا وسمعتوا معانا، المركب ده رخصته 10 ايام، على حسب رخصه المركب بيطلع رحله الصيد وعلى حسب ما ربنا يرزقهم بيرجعوا. خدوا التلج وبيستعدوا لرحله صيد. ده اقدم مصنع ثلج موجود في دمياط. كل المراكب اللي حضراتكم شايفينها في الميه بتمون التلج من هنا عشان تطلع رحله الصيد وتخرج من بغاز عزبه البرج وصولا للبحر المتوسط. احنا واقفين على ضفاف نهر النيل، في نهايه مصب نهر النيل هتلاقوا منطقه اللسان اللي بتجمع ما بين نهر النيل والبحر المتوسط. بيطلع المركب يخرج من البغاز عزبه البرج ويلف يروح يخرج من البحر المتوسط. كل مركب صيد عليها من 5 لـ 7 افراد، وهو ده بيكون طقم المركب. المركب التاني اللي قدامنا ده هو مركب حديد، ممكن يقعد اكتر، ممكن يقعد 2 أسبوع 3 او اكتر. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه اللايف، دي بلد الصيد والصيادين، كل سكانها بيعملوا في حرفه الصيد بطرق مختلفه. عليه